الحل غنمشي بحال الورقه خصيتها هذا هو الحل. ولكن تفرج التلفزيون مع راسي ثلاثه فرقه ولكن ثلاثه ونشاهد بعض الحالات لا ايجابيه التي نتمنى ان تنتظر في الملاعب المغربيه. اذا سعيد مره اخرى يطلب الجمهور وايضا رؤساء الفريقين ونستمع لحكم هذا اللقاء سعيد بالقضاء الذي ادار اللقاء بشكل جيد. بالنسبه لي انا تكريم لا من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ولا من طرف كل الفعاليات الرياضيه، لانه يعتبر حقا رقم قياسي بالنسبه للحكام اللي اداروا هذا اللقاء اللي هو يعتبر من اللقاءات المهمه، وتيجي هذا لانه تيكون في اخر سنه في اخر مشوار، فبطبيعه الحال تنعتبروا انا رقم قياسي لازم اننا نضيفوا للسجل واللي سجل حافل، واللي اذا كان حافل فهو حافل لكل المغاربه والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم واللجنه المركزيه للتكتيك. صوت كاريا اخذ للفريقين قبل بدايه اللقاء، وسوف نتابع اول تهديد في اللقاء كان لفائده فريق الرجاء البيضاوي بواسطه اللاعب يوسف الصفر. هنا العلالي اراد مباغته الحارس الشادي الذي كان خارجا عن المرمى. هنا العلالي يهدي كره فوق طبق ل العفوي الذي يهدي فرصة التسجيل. أول إنذار في اللقاء وجهها للصفري بعد الدخول في حق اللاعب بجمعة. العفوي هنا انشغال لاعب فريق رجاء والوداد بضربة جزاء، العفوي يأتي ويسجل الهدف في شباك الحارس الشادي. هنا سوف نشاهد متغير اللقاء حيث يدخل عبد الصادق الذي يضرب بالرأس اللاعب العلالي. عبد الصادق حفيد سوف يطرد، الكل يعرف الأخلاق ديال هذا اللاعب الذي طلب المعذرة للاعب رضوان العلال. حكم القرى طبق القانون بشكل صائب. هنا ضربة رأسية للاعب خباش تألق الحارس هجوم عرج تسديد للاعب الراجي. هنا ضربة خطأ لفائد فريق وداد، يأتي صاحب الاختصاص في تنفيذ ضربات الأخطاء اللاعب بن شريفة والهدف الثاني للوداد في الدقيقة 36. فريق وداد استغل النقص العددي لفريق الرجاء. هنا كاد فريق الوداد البيضاوي أن يسجل بعد انفراد العلالي بالحارس الكرة تصدم بالعارضة، لكن اللاعب خام وأمام اندهاش الكل يهدر إضافة الهدف الثالث. هنا ضربة خطأ نفذها الصفري ودخل هشام العرج في الدقيقة 44. يتمكن فريق وداد من إضافة الهدف الثاني بضربة رأسية للاعب الراجي أحد شبان فريق الوداد البيضاوي. سكون في مدرجات أو في جانب أنصار فريق الرجاء وفرحة لأنصار فريق وداد بالهدف الثالث. لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الوداد على رجاء بثلاثة مقابل لا شيء. هنا العلالي كان بإمكانه تسجيل الهدف الرابع وضربة ركنية. هنا تسديدة لبادجي ذهبت جانبا. العلالي في محاولة هجومية تنتهي الكرة في يد الحارس الشادي. بوشعير المباركي يسدد الكرة تسديدة لشريفة. النجاري كذلك يسدد الكرة تخرج جانبا. هنا اللاعب خربوش الظهير الأيمن كاد أن يسجل لولا القائم. هنا العلالي أكثر من المراوغات وكان بإمكانه أن يمرر لأحد زملائه الذي يوجد في وضعية جيدة. ضربة رأسية للشيخ صار تذهب هي الأخرى جانبا. عمر الجاري ينفذ ضربة خطأ وهشام العرج يتدخل بشكل جيد. واللاعب العلالي يهدر فرصة التهديف. العلالي كان غير محدود في اللقاء، العلالي أهدر ست محاولات. لينتهي هذا اللقاء
بفوز مستحق لفريق الوداد البيضاوي على فريق رجاء في هذا اللقاء. المقابلات اللي ما لعبتش فكنظن ماشي مدرب، لانه الخبير اوسكار طلب مني باش ما نلعب حتى شي مقابله. كانوا عندي اربع انذارات ما لعبتش جوج المقابلات، كمل لي اربعه المقابلات، طلب مني باش ما نلعبهمش باش نبقى في التمارين، تمارين فرديه مع 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 المدرب المعد البدني مصطفى السويحب باش خصني نتسلى هذه المقابله. الحمد لله كملت، قدمنا مستوى جيد. فريق الرجاء البيضاوي ردينا له الدين، الحمد لله. فريق الوداد البيضاوي راه دائما كاين، لولا بعض المشاكل البسيطه اللي كاين هناك، بعض الناس يعني ينبشون من وراء الوداد، لكانت الامور تكون دائما البطوله لفريق الوداد البيضاوي. فكان من اللازم على اننا هذه المقابله ننتصروا وننتصروا بحصه كبيره، اننا نطمنوا الجمهور ونرجعوا لديك الثقه اللي كانت فيه، نظرا لاننا كان معتمد لنا منذ بدايه الموسم على ان نحقوا اللقب. فالشيء اللي ما تاثرش لنا كان علينا اليوم اننا ننتصروا ونبينوا الجمهور بان فريق الوداد البيضاوي كان مر بواحد المشاكل، واحد سحابه اللي هي غتكون ان شاء الله عابره ونستافدوا منها السنه المقبله ان شاء الله.